ناجي، يلا ابو ناجي، يلا ابو ناجي، يلا. كم جاك؟ 50. يلا يا ابو ناجي، والله شخصيه يا ابو ناجي. كيف يا ابو ناجي؟ والله شخصيه رب الكعبه. هذا من ذوقك طال. قسما بالله تايم. الله يطول عمرك. بس حسابه تلبس عند ذولا يا اخي. حسابه تلبس عند العيال. يا حسين كشخه. وين وين الحصان؟ وين الحصان بهاج؟ يلا اعطونا اعطونا الدولاب لابو ناجي، واخر متسابق معي اليوم. يلا. حماده معنا في اللعبه؟ ها اعطوني الدولاب وش يقول؟ وشو؟ تحويل الجمهور، اذا الاجابه من ناخذها من الهاشتاج وجمهورنا يا ابو ناجي باذن الله. طبعا السؤال بيطلع لكم على الشاشه والسؤال قدامكم واضح، يقال او السؤال على اي علم يطلق اسم الارسيولوجي؟ على اي علم؟ هل علوم المستقبل ولا الاثار ولا علم السكان؟ يلا يلا، على اي علم يطلق؟ طبعا شاركونا في الهاشتاج 28 والاجابه بتروح لابو ناجي، والكنترول متابع معنا في الهاشتاج وعلى الايباد. يلا يا كنترول كم الوقت؟ بخلي اقرا هذا الحين. يلا يا ابو ناجي خم، وصلت الاجابه وقف. على اي علم يطلق اسم الارسيولوجي؟ وصلت الاجابه الصحيحه؟ هل هو صحيح السؤال؟ نطقته لكم ترى. وصل؟ هي الاجابه علم الاثار، والاجابه الجمهور جاوب عليها. اذا اجابه صحيحه و100 درجه من الجمهور لابو ناجي، يستاهل 100 درجه. يلا اعطوني اعطوني الدولاب حق الدرجات. يلا يا ابو ناجي، ربي يسلم. سلم ابو البراديس، سالب 2000. ما تدري يمكن يطلع سالب 2000. يلا احمد. يلا يا كريم. يلا هاي كنترول، وش طلع معنا؟ ها سالب، سالب. خلنا نشوف كم هي. بس 150. يعني كم خرجنا به؟ ها؟ يعني ب50. طلعت كم؟ طلعت إجابة صحيحة 100 و150. لا لا ما طلعت سالب 50. سالب 50. سالب 50. شكرا لأبو ناجي. الله يعطيك العافية. بقول لكم شيء طبعا لا يخ